Hi Yara, good morning. How are you? How are all the things in Egypt? I hope everything is okay. I miss you so much. And have a good day. This is from Spain. فاكرة كويس قوي أول مرة شفت فيها أندريا كان في برنامج تبادل ثقافي بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في إنجلترا. التجربة دي علمتني حاجات كتير قوي، منها إن أنا أدور على الحاجات المشتركة بيني وبين الناس أكتر من الحاجات المختلفة. عشان كده بحب أدعم قوي الناس اللي نفسها تسافر ونفسها تشوف العالم. السفر الكتير بيخليك تشوف قد إيه الناس مهتمة تعرفك ومهتمة تعرف تفاصيل حياتك وعاداتك وتقاليدك، حتى لو أسئلتهم قد تكون بديهية بالنسبة لك. مهم انك توصل رسالتك وتوصل للناس انت شخصيتك وعاداتك وتقاليدك بافضل صوره ممكنه. عشان كده بحس ان كل بني ادم سفير لبلده وسفير لثقافته وعاداته وتقاليده، وعشان كده بحس انه برضه من دورنا كبني ادمين فعالين في المجتمع ان احنا نحاول نفيد اكبر قدر ممكن. عشان كده بدات برضه مبادره في منشيه ناصر لتعليم اساسيات التربيه الاعلاميه للاطفال في المناطق الاقل حظا، وبصراحة النتائج كانت مبهرة جدا. ان شفت ان الاطفال قادرين يعبروا عن نفسهم كويس قوي بالوسائل اللي بيتعلموها، وقادرين يكونوا مواطنين نشطين وفعالين في العملية الاعلامية. مهتمة جدا بتدريب اكبر قدر ممكن برضو من طلبة الاعلام، وان هم يبقوا عارفين يعبروا عن نفسهم وعارفين يكونوا مؤهلين والسكيلز عندهم المهارات الكفاية اللي تعلمهم ازاي يبقوا ينخرطوا في سوق العمل على قد ما يقدروا اول ما يتخرجوا. كل واحد ليه دور في المجتمع، وانا مؤمنة ان كل واحد لازم يبقى دوره فعال في المجتمع، وكل واحد على قد ما يقدر يحاول يفيد اكبر قدر ممكن من الناس. مش مهم انت اتشهرت قد ايه، مهم الناس اللي انت اثرت فيهم قد ايه واثرت في كام شخص. عشان كده انا نفسي لما ابص تاني على حياتي لما اكبر ابقى مؤمنه جدا ان انا عملت اللي عليا وان انا فدت اكبر قدر ممكن من الناس، وان الناس دي فعلا 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 اتعلمت حاجه جديده في حياتها.